لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. انتهى كتاب الصلاة وكتاب الجنائز، وسبقه كتاب الطهارة، وبهذا اكتمل بيان أحكام الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة. ونبدأ اليوم في باب الزكاة، وقد ذكرنا صيام رمضان قبل ذلك مرات. هذا الباب باب في غاية الأهمية، خصوصا مع شدة حالة الناس، وهو باب عظيم من أبواب الخير، وباب من أبواب الجنة اسمه باب الصدقة. وفقه غريب عن أكثر الناس مع شدة الحاجة إليه، وأداء الناس للصيام أكثر من الزكاة، لذلك تكون الأحكام مجهولة في كثير من الأحيان، وهو فرض عين على من ملك مالا حتى يؤدي هذه العبادة. يتعلم ذلك عن طريق السؤال، عن طريق الحضور لدروس العلم، عن طريق القراءة، عن أي طريق حتى يتعلم ما يلزمه. قال تعريفها: الزكاة اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء، أو المصارف الأخرى. وسميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة، لأن الزكاة من النماء والطهر. قال: وتزكية النفس من رجاء البركة وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات، فإنها مأخوذة من الزكاة، وهو النماء والطهارة والبركة. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهي أحد أركان الإسلام الخمسة، وقرنت بالصلاة في 82 آية، وقد فرضها الله تعالى بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أمته. روى الجماعة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، أي وليا وقاضيا، وكان ذلك 10 من الهجرة، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كرائم الأموال يعني نفائس الأموال وأفضل الأموال، لا يأخذها في الزكاة وإنما يأخذ الوسط. وهذا دليل على أن منزلة الزكاة بعد الصلاة يؤمر بها ويلزم بها الناس. قال: وروى الطبراني في الأوسط والصغير عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم.
ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما. قال الطبراني: تفرد به ثابت بن محمد الزاهد. قال الحافظ: وثابت ثقة صدوق، روى عنه البخاري وغيره، وبقية رواته لا بأس بهم. الشيخ الألباني يرجح أنه موقوف على علي، ولو كان موقوفا على علي فإن ذلك ليس من قبل الرأي. قال: وكانت فريضة الزكاة بمكة في أول الإسلام مطلقة، تكررت في الآيات المكية ذكر إيتاء الزكاة وذكر الحق المعلوم للسائل والمحروم. قال: لم يحدد فيها المال الذي تجب فيه ولا مقدار ما ينفق منه، وإنما ترك ذلك لشعور المسلمين وكرمهم. وفي السنة الثانية من الهجرة على المشهور فرض مقدارها من كل نوع من أنواع المال، وبينت بيانا مفصلا. قال: الترغيب في أدائها. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي خذ أيها الرسول من أموال المؤمنين صدقة معينة كالزكاة المفروضة أو غير معينة وهي التطوع، تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم بها من دنس البخل والطمع والدناءة والقسوة على الفقراء والبائسين وما يتصل بذلك من الرذائل، وتزكي أنفسهم بها، أي تنميها وترفعها بالخيرات والبركات الخلقية والعملية حتى تكون بها أهلا للسعادة الدنيوية والأخروية. وقال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. جعل الله أخص صفات الأبرار الإحسان، وأن مظهر إحسانهم يتجلى في القيام من الليل الاستغفار في السحر تعبدا لله وتقربا إليه، كما تجلى في إعطاء الفقير حقه رحمة وحنوا عليه. وقال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. أي إن الجماعة التي يباركها الله ويشملها برحمته هي الجماعة التي تؤمن بالله ويتولى بعضها بعضا بالنصر والحب، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. بدأ بهذه الأوصاف لأن هذه هي التي بها يحصل الاجتماع على معاني الإيمان. الصلاة والزكاة يمكن أن تكون أمورا منفردة، وإن كانت الصلاة أمرا جامعا لكن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي التي تحقق رابطة الولاء الحقيقي، بمعنى أن رابطة الدعوة إلى الله عز وجل التي بدأ بها هنا سبحانه وتعالى يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هي التي تظهر من الذي يهتم بأمر الدين ومن الذي يسعى إلى نصرته، فيجمع الله قلوبهم برابطة خاصة أخص من الرابطة التي بينهم وبين عموم المسلمين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، إضافة إلى أنهم يؤدون ما وجب عليهم، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله.
فهذه الروابط إذا اجتمعت وبدأ بما ذكرنا من الدعوة إلى الله تكونت هذه الرابطة القوية للطائفة المؤمنة، وتكون هذا الولاء بينهم نصرة وحبا في الله سبحانه وتعالى، مع أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة دائما مقدم وأعظم فضلا ومن أركان الدين، أعظم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن هذه الأوصاف هي الأسباب الأساسية في تكوين رابطة الولاية القوية والتناصر والتعاون قضية الدعوة إلى الله، إذا بدأ بها. قال: وتصل ما بينها وبين الله بالصلاة، وتقوي صلاتها ببعضها بإيتاء الزكاة. فقال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هنا ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لأنه الهدف من التمكين، أن يبدأوا بأن يقيموا ذلك في الخلق، ثم الأمر المعروف والنهي عن المنكر لنشر هذا الأمر في من حولهم من الناس. قال: جعل الله إيتاء الزكاة غاية من غايات التمكين في الأرض. روى الترمذي عن أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. حديث صحيح. وروى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه أو فصيلة، لو ولد الفرس، حتى إن اللقمة لتصير مثل جبل أحد. قال وكيع: وتصديق ذلك في كتاب الله قوله: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربيها يزيدها. وروى أحمد بإسناد صحيح عن أنس قال: أتى رجل من تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير وذو أهل ومال وحاضرة، فأخبرني كيف أصنع وكيف أنفق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقرباك وتعرف حق المسكين والجار والسائل. أضعف الشيخ الألباني، لكن معنى حسن له شواهده المتعددة. وروى أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أعرف عليهن لا يجعل الله من لا سهم له في الإسلام كمن لا سهم له، لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. يعني كل واحد له في هذا سيكون أقوى ثباتا في الدين. كل من له سهم من هذه الأسهم الثلاثة يجعل الله له ثباتا في الدين وجزاء عظيما يوم القيامة. قال: ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، إذا فوضت أمرك إلى الله فلن يكلك إلى أحد سواه. فوضت أمرك وتوكلت عليه وتوليته بالحب والطاعة والنصرة لدينه
والمتابعة لرسوله، فهو لن يولي أمرك غيره، هو الذي يتولى أمرك يوم القيامة. ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن لا آثم. لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. حديث صحيح. روى الطبراني في الأوسط عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله ذهب عنه شره. وروى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.